اهلا بكم مشاهدينا الكرام في ساعتنا الثانيه من اليوم على الحره والتي هي ساعه للرسم وعن حال سوريا ايضا والبحث عن السعاده ولو بقضمه غذائيه. وخليني اسالك يا نبيله برايك يمكن ايه اكتر الاغذيه اللي ممكن تجلب للانسان الشعور بالسعاده والمرح؟ يعني باعتقادي بس الأمر يتغير ما بين شعوب وثقافات، مثل من يفضل مثلا الرز، من يفضل الحمص، ولكن أو الحموس كما نقول نحن. ولكن اللي يمكن ما تعرفوش أن هناك دراسات يعني تشير إلى أن الفول من بين أكثر الوجبات التي تصنع السعادة لدى الشباب والمسنين. فعلا نبيلة، وغالبا يعني اعتقد ده بيرجع لان في شعوب ادمنته لفترات طويله جدا فتعودوا عليه نوعا ما. لكن خلينا في الاول نحكي يا نبيلة عن قصه ادمان ربع قرن من الرسم في باحه الجامع الاموي. فربع قرن كامل لم تتوقف ريشه سعيد الحموي عن رسم العابرين في باحه المسجد الاموي الدمشقي، او تتعب حتى يا نبيلة قدماء ابو يزن من التجوال بين الناس. نعم يا باسل، تجربة فنية إنسانية تعكس كيف يمكن أن تستأنف الحياة مسيرتها الطبيعية إذا ما تمكن الناس من تناسي آلام جراح الحروب والصراعات. باسل، وإن بدا غريبا أن تبدو ساحة المسجد الأموي وغيرها من معالم دمشق قد توشحت بزينتها كما اعتادت أن تفعل كلما غربت شمس يوم جديد وهي تستقبل الناس في ظل استمرار الحرب في ذلك البلد، ولكن ربما يكون للبسطاء رسالة يتحدون بها صناع الموت بزرع أسباب الحياة. صحيح. وليحدثنا عن هذه التجربة باسل ينضم إلينا مباشرة من دمشق سعيد الحموي. أبو يزن، أهلا بك ومرحبا بك. أولا حدثنا عن كيف يعني تمكنت من المواظبة على طقوس الرسم في باحة المسجد الأموي. والله هي أنا بلشت يعني من سن من 15 عام، يعني بلشت برسم البورتري السريع. البورتري السريع يعني طبعا بيقعد الزبون قدامي، باخذ له لقطه من اللقطات يعني وبلش برسم فيها انا يعني. طبعا بيطلع الشبه تقريبا قريب 80-90% اكيد يعني. يعني كيف اتت هذه الفكره في البدايه؟ يعني كيف كانت البدايه في وقتها؟ والله البداية كان عندي أنا في ساكن بباريس، بقى قال لي عندنا رسامين هناك بالساحة، في ساحة من الساحات بالشانزليزيه، قال لي بيرسموا هيك مباشر حلوة، وأنا كنت عم بدرس فنون يعني بخلص أنا، قلت له والله عجبتني الفكرة، وجا على بالي سايب باريس بقلب الشام أنا، بقلب بلدي يعني، وبلشت فيها طبعا، بلشت فيها طبعا من أحمق المنوفرة إذا عندكم خبر عليها يعني. يعني أبو يزن حدثنا شوية عن الطقوس يعني بباحة المسجد. البدايات كان صعب شوي طبعا. الطقوس يعني هو جو شعبي تقريبا يعني بدك تعتبري شعبي. بمر فيه بعض من العالم من جميع الأصناف يعني والشرائح الإنسانية. يعني ما بالتحديد شو بدك ما بعرف أنا. لحتى قليلي اللي جاوبك مضبوط يعني. طيب يعني كيف ترصد ربما كفنان، يعني كيف ترصد معاناة الإنسان السوري الآن، الإنسان البسيط في الشارع، يعني كيف ترصد هذه المعاناة من خلال فنك؟ والله هو نحن الحمد لله يعني بتلاقي المعاناة، الناس متغلبين على هالمشكلة الحمد لله، يعني حابين يعيشوا وينبسطوا ويرسموا. يعني صار في ناس كثير بأول الأزمة صاروا يرسموا بكميات منيحة يعني، حتى هي مبالغ صدق يعني مبلغ زهيد يعني. يعني عبارة أنا أفرح فرضا خطيب وخطيبته صورة مع بعضهم هيك ديو، إيه بتلاقي بيرسموا يعني بينبسطوا فيها، سواء كانت بالقلم الرصاص أو بالألوان. أنا باخذ الملامح أول شيء، الملامح بشكل سريع، بعدين بلش بالالوان يا بالرصاص تظليل يعني. نعم.
وهل يكفي في نظرك يعني ما تجنيه للقوت اليومي؟ لا ولا طبعا لان احنا عم في معاناه بالقصه يعني من خلال هالموضوع هذا يعني، بس يعني رضي يعني ماشي الحال يعني. هو اهم شيء واحد يضل عم يرسم يعني بصراحه يعني، انا يعني ما بقدر اعيش من غير رسم بصراحه يعني. يعني انا بحب بشوف العالم، بعيش مع العالم، شوف وجوههم، تعابير وشهم، بتلاقي كل واحد له تعبير، شو يعني تعبير يعطيك تعبير انه هو فرحان، بينطبع الانطباع، بس يجوز بداخله يكون مو هيك. بس نحن المفروض علينا هون بهالموضوع هذا البورتري هذا السريع تعطيه طيب الانطباع الموجود اخر شيء يعني. يعني يا ابو يزن يعني لو توفرت لك مهنه اخرى غير مهنه الرسم، هل تتركها و يعني تمتهن هذه المهنه ايا كانت؟ لا 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 ما بتركها. لا انا حابب اعيش من فني يعني. الحمد لله انا تزوجت وعندي طفلين صاروا شباب هلا، ما اختلعت علينا شوي وتضررنا من الازمه طبعا. انا يعني تضررت كثير كمان يعني، يعني كان عندي بيت وراح البيت وصرت مستاجر طبعا. هالظروف كلها بتعرف العالم كلها يعني. طيب أشكرك شكرا جزيلا، وأتمنى لك كل التوفيق في فنك وفي رسمك بشكل عام. من دمشق سعيد الحموي أو أبو يزن، كنت معنا في برنامج اليوم وكنا سعداء بالحديث معك، شكرا جزيلا لك. يمكن نبيلة يعني المأساة اللي بيعيشها الكثيرون في سوريا بتنعكس أولا على الفنانين. نعم. الفنانين هم أول ناس بيرصدوا دائما المعاناة. نعم. يعني سواء كانوا رسامين أو مغنيين، دائما الفن بيكون أول محطة بتعكس اهتمامات وانشغالات الناس. بالطبع باسل، لأن صحيح. الفن يعني يعبر عن حالة الحالة التي يعيشها الإنسان، فإذا كان فرحا فالفن يعني يوازي ذلك. ونفس الشيء بالنسبة للي شفناه مثلا، أن الفن يرصد ويعكس حتى معاناة، وإن شاء الله نتمنى أن الحال يتغير. نتمنى أن يتغير الحال بكل تأكيد.